أوضح مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية أمام العالم أجمع، مضيفا أن 70% ممن استشهدوا بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هم من النساء والأطفال. أضاف مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 40% من منازل غزة وشرد 1.4 مليون نسمة، مؤكدا أن المسار الوحيد للمضي قدما هو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. 7000 فلسطيني قتلوا على يد إسرائيل في هذين الأسبوعين، 70% ممن قتلوا من النساء والأطفال، وتقريبا كل من قتلوا من المدنيين. هل هذه الحرب التي يدافع عنها البعض منكم؟ هل هذه الحرب التي يدافع عنها البعض منكم؟ هل يمكن الدفاع عن هذه الحرب؟ هذه جرائم، هذه وحشية، هذه همجية. ما لم توقفوها من أجل كل من قتلوا، أوقفوها لكل من يمكننا أن ننقذ حيواتهم. جنان، طفلة تحت الأنقاض تصرخ ليأتي فريق الإنقاذ لإنقاذها وتقول لهم: لماذا أطلتم حتى تصلوا؟ هناك 900 طفل فلسطيني تحت الأنقاض، أحياء أو أموات، ويتساءلون لما استغرق الأمر كل هذا الوقت، ويتساءلون إن كانت المساعدة في طريقها.